أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد كمال بداري رفقة السيد إيرول أصفى رئيس المجلس التركي للتعليم العالي مساء يوم الثلاثاء 18 أكتوبر على توقيع اتفاقية التوأمة بين 9 مؤسسات جامعية جزائرية وجامعة إسطنبول. الاتفاقية كذلك تأتي ونحن الجزائريون وكذلك الأتراك لدينا جزء كبير من التاريخ المشترك، وعليه يجب أن نكثف هذه العلاقة حتى نواجه معا تحديات العصر التي لها علاقة مع التعليم العالي والبحث العلمي. وفي هذا الموضوع أذكر أن بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري والتركي 157 اتفاقية، منها 126 اتفاقية هي في طور الإنجاز. Çok değerli Hazirun, çok kıymetli vezir. Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerimiz 5 asrı tamamladı. Ve bu coğrafyada Türkiye'nin en eski, en kadim dost ülkelerinden bir tanesi, iyi ilişkiler içerisinde olduğu ülkelerden bir tanesi de Cezayir'dir. ليكن في علم الجميع أن صداقة الجزائر مع تركيا ترجع إلى أكثر من 5 قرون، وتعتبر الجزائر من أقدم أصدقاء تركيا والبلد تركيا، فتجمعنا حضارة وذاكرة تاريخية مشتركة كقاعدة أساسية للعلاقات والتفاهم بيننا. وذلك في إطار تقوية العلاقات بين قطاع التعليم العالي الجزائري والتركي. تأتي هذه الاتفاقية التي تخص توأمة بين 9 مؤسسات جامعية جزائرية وجامعة إسطنبول طبقا أو تجسيدا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال زيارته الأخيرة لتركيا. يعد التوقيع على الاتفاقية للتطرق إلى كل المسائل ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير العلاقات العلمية بين البلدين وترقيتها في مجال البحث العلمي.